هذه الدماء ترى ممكن تصير خيانة في أي وقت، ممكن يحرف المسار ويصير الحديث عن حوار ويتم تحت غطاء مسميات معينة من علماء من جمعيات، ويردون شبابنا كل كم سنة يدفعون دماءهم وأرواحهم حتى يجي لنا ميثاق وغير ميثاق، ونعيش دائما تحت هذه السلطة اللي تتفنن في قتل أبنائهم. ما حد يرفض الحوار، لكن ما نريد حوار مع قتله، ما نقدر نحاور مع قتله. يقتلون أولادنا وأبنائنا ونسائنا علنا وغيلة في السجون، يوم اللي تتأزم الأوضاع ويصير ضغط عالمي وداخلي يقول تعالوا نتحاور، دون نفسكم تصيغون نظام جديد، لا الجمعيات ولا أي قوة أخرى، انتون تصيغون نظام جديد. انتم مو بدعم من الشعوب ولا بدعم من المجتمعات، ليش ما تصيغون نظامكم الجديد؟ ليش يجي من يتحاور نيابة عنكم؟ هذا يسقط شهيد، والبعض يروح يتحاور حتى يصير وزير، حتى يصير عنده مكانة، وبعدين يطلع يقول لك والله النخب السياسية اتفقت. شهداء أولادنا يروحون تحت الأرض ويجي لنا برلمان معوق، ويدخل فيه البعض في هذا البرلمان حتى نكتشف أنه نتائج كل المرحلة الماضية هو هذه الدماء من جديد. ولذلك ينبغي الآن، اليوم نحن أمام مفصل تاريخي، نحن من يصيغ النظام، نحن شعب نريد أن نصيغ نظامنا الجديد. أي حل قادم مو من خلال الوفاء لدماء الشهداء هو خيانة، ولذلك أنتم أمام منعطف خطير. لا يغرونكم بالمملكة الدستورية، المملكة الدستورية لا تحتاج إلى مطالبة، المملكة الدستورية موجودة في نفس الميثاق وصار لها 10 سنوات غير مطبقة، وكان دائما الكلام عن مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة أو الديمقراطيات العريقة، وبعدين نشوف فعلا بعد 10 سنوات وبأي طريقة، بطريقة الغيلة والغدر.